واحد أعرض للسيد حتى قتل أمه إن شاء الله. لا بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي الحبيب. أهلا أخ، كيدير بخير؟ الله يكبر فيك. كيدير أمورك مزيان؟ صحيحة. كيف عم ماشي عاشقة؟ الحمد لله بخير. غادي معانا مزيان بخير الحمد لله الحمد لله. احكي لي شنو وقع لك. ها حاول تهز واحد الكاميرا شويه باش نشوفك. هز الكاميرا واحد شويه باش نشوفك. لحقاش دابا الا زيد جات كم صافي ماشي مشكل، غير باش الوجه مزيان مزيان جيد جيد. احكي لي شنو وقع لك. المهم دوزنا الحصه بالسبت ديال الحصه السابقه. المهم دوزنا بالسبت. من بعد مشيت انا نعزي شي ناس بعاد عليا، انا وداك الصديق ديالي اللي جيت عنده الدار، مشيت وبت عنده ما درت الحجامه. بعدا قبل ما نصبح الصباح حلمت بسميتو، حلمت بالثلاثه ديال الحيات. لحقاش عقلتي ديك النهار العاشقه قالت لك راه كاينه الحيه وهذه. وحلمت بثلاثه ديال الحيات هكايا بحال قلتي، جوج شوي صغار وحده كبيره، وانا كنتفاهم معاه وحده بهذوك الصغار وهذيك الكبيره هي كدير هكا بحال كتشاور معاهم زعما وكتعطي الاوكي واش مفاهمه ولا لا ولا هادي. المهم صباح الصباح درت الحجامه عند هذاك السيد، هذاك نيت اللي مات ليه مسكين الوالده ديالو الله يرحمها، هي هو اللي دار لي الحجامه، عاد كيدير الحجامه تمايا بولونيا هنايا. درت الحجامه جيت بقات الامور. المهم الاجتهاد هادي دازت اثنين ثلاث لاربع، كنت ديما الاجتهاد تقريبا النهار كله، وكندير ديك ديال الموعظه اللي قلت لك ديالك ديال ديك الساعات المكانه ديال الموعظه. نعم كندير المهم كاع البروغرام اللي كنت اسمع، وكندير هذيك الموعظه اللي فيها الموعظه. نعم صافي. واحد النهار انا جالس كنتفرج في هذيك الموعظه، تبغيت نضرب الدنيا في التليفون. ما بغاش تفرق معاك العاشقه الحيه. الحيه واه. المهم يعني القوه اللي خرجت من يدك قوه كبيره لا اراديه. ديال الحيه. لحقاش انا ديك الساعه وليت كنحس بان عندي شي حاجه كتجرني مزيان وشي حاجه خايبه غير هذيك. المهم ما عليناش، داز الحد داز اثنين الاجتهاد ثلاث لاربع، ما حسيتش براسي حتى بديت كنشهد مع هذاك الفيديو تاع الموعظه، بحال حسيت بهذاك الفيديو تاع كيقيس ما شاء الله. المهم اسيدي من الاربع وانايا ما نكذبش عليك، واحد الحياه عشتها سعيده. صافي سلمات هذيك، يمكن بدات كتسلم باللي في العشيه، حسيت براسي ما عمري عشت هذاك، ما عمري عشت زعما داك الديكور كاع في حياتي كلها. ما شاء الله. اول مره راسي خفيف وبديت كنقول شكون انا، فهمتيني بحال شي شخصيه جديده دخلت ليا في صحتي. ما انا كتقول لي ماذا هذا الاحساس ما كانش عندي سنين. وماشي راه بحال تولدت من جديد، تولدت من جديد. انا براسي تنقول ويلي، تنقول هذا الشيء فاش عايش وهذا الشيء وهذا الشيء. صافي راه واحد بقيت راه زعما كون ما تبتش راسي راه بحال غادي. فهمتك. ما كنقول ما شنو هو هذا الشيء، علاش زعما كاع تمعذب ولا شنو هو هذا. وعرفتي ولات عندي واحد طريقة العبادة، وليت صافي قبل الفجر كنوض بساعات المكانة، الصلاة ديالي في الوقت، باغي ندير غير الخير زعما واحد الجو عشتو ما نكذبش عليك. نعم عرفتي والحوايج كنصلحهم بالزربة كاع داك الشيء اللي كان تيضيع ليا. المهم كان عندي واحد الأخ صغير عليا، باينة تا هو مسكين مريض، ودابا المشكل اللي وقع ليا يمكن نسلمو بجوج اللي وقفت عليه وتيكون مريض وتاكت أنا عندي معاه شي علاقة، ولا كيشدو الخوف ولا كيبغي يهضر. تلاقيت مع دوك الناس اللي قلت لك دابا اللي خديت معاهم الرونديفو ليك، هذاك السيد هو ومرتو، هذوك عاوتاني ولا بحال هذاك الشيء تجهد عليهم هما بزاف، وبحال ديال هذاك ديال السيده بحال تيتحلف عليا ولا ما نعرف، تيقول لي بعد زعما وخرج لي ما شي جوج مرات تيخرج لي تنحلم به. لحقاش كان في هذوك الثلاث ايام اللي غيتسلم الحيه خرج لي ديالها هو ديال هذيك السيده مع راجل كبير، خرج لي بحال شاف الفراس. واصلا هي دابا كتهضر معايا على شكل هو، وبحال كانت هو عنده علاقه وطيده مع نسيت انا ما قلت لكش. شي نهار اللي بعدا سلمات العاشقه كنت مشيت بحالي كنت عندهم، دوزت الحصه ثاني يوم راه عندهم، ومشيت للدار. ملي مشيت للدار جا عندي للدار هو، شفتو هكا في الرؤيه واضحه تيدوز هكايا تيدوز من الدار بحال بقى فيه الحال من سلمات العاشقه ولا ما فهمتش انا. المهم القصه لحقاش حنا كنا صحاب شي عام ونص بحال ولا واحد العلاقه وطيده.
وعاوتاني قلت لك عشت سيمانه عاوتاني مشيت عند واحد الحلاق ديالي تونسي ومسكين جا بدا كيترعد مني وخايب وتيقول لي راه عندك شي حاجه مجهده راه فيك هذوك مسلمين وكذا بقيت نقول اش بنو دير اش بنو دير راه فين ما جيت نحسن عندك كل سيمانه نقول لك بروغرام جديد وهادي غيكون بحال قلت حسيت ثلاث الناس ولا اربعه جبتها في راسي ودابا مع خديت الرونديفو هذا هو مرطو صافي تكمل القضيه يمكن هذاك داك الشرف اللي فيها عطاني علاش كنقلب داز بحال قلتي فرحت غير سيمانه من الاربع 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 في الصباح يا خويا ما عرفتش داك الشيء تجهد عليا نط مع الاربع ولكن والله ما قادر نوض نصلي الفجر واضح دابا الفجر راه شي شهرين تنوض نصلي في الجامع صافي فهمتها ما قدرتش نوض واضح واضح اخي كريم واضح دابا دابا دخلت شي حاجه جديده بحال الانتقام بحال ردوني انايا زعما بحال ما نعرف مين درت الرونديفو دابا شوف شوف فهمت دابا الامور راها جيده اذا داك الاحساس اللي حسيتي به انت هو اللي خاصو يبقى دائم داك ملي داك الفرحه وي راه بقى فيا الحال انايا لا ان شاء الله لا يرجع لا لا باذن يرجع لا يرجع ان شاء الله دابا خصنا نعرفوا السر نعرفوا السر اللي خلى داك الشيء يتغير واش دخول شيء جديد او لا شي عمل غنشوفوا باذن الله الحصه الثانيه الان ان شاء الله شوف ملي تقلوني على الصلاه تاع الفجر هذيك النهار حسيت براسي عيان ما قادرش ماشي زعما ناعس نو فايق من الربعه حتى الثمانيه شنو هي الامور شنو هي الامور اللي تحسنت من الحصه الاولى لدابا شنو الامور اللي تحسنات المهم من الحصه دابا ان العشيقه راه بقات في سميتو بقات في الاسلام ديالها راه باقا سالمه زادت المات الحيه راه شتي انا يا شتي انا كون موقع لياش ديال هادشي اللي دخل جديد وما نورمالمون غندير معاك الحصه الثانيه غنقول لك يخرجوا صافي وراني هو هذا ما فهمت لا خصنا اكثر من هذاك الشيء فهمت ولكن ولا بد خصنا ناكدوا ما دام داك الشيء اللي هو دابا انا الاربع نعم دابا انا الاربع الفايته هاد الاربع اللي داز السيمانه هو اللي قلت لك انا نط من ما صلي ما قدرتش نط صلي الفجر من مع الثمانيه رجلي كلهم مكروضين عليا ورجلي من التحت من التحت رجلي من التحت تصور انني كنت كنتريني في الصيف انا ثلاث سوايع اربع سوايع في النهار ما عمري ضروني رجلي من التحت هذوك هذوك العين ديال التحت نعم من عيط العزمه قالت لي راه وقع لي شنو وقع لي قالت لي راه واش مشيتي عند شي ناس ولا شي حاجه تخطيتي شي سحر مرتوش قلت لها الدار ديالي ما تيعرفها حتى واحد وما كانتش انت واحد الا كان شتي واحد دار لي غيكون شي جين ما شنو قال لي راسي تيقول لي هكا بحال هذوك يمكن كيساعدوني تيقولوا لي صافي عرفت بان شي جين دار لي دابا قالوا هذا شفتو تجهد وهذا ما يعرفش هذا كان بيساعد الناس والموروث كذا خصهم يتعاونوا باش تبقى الاصابه ماشي مشكل شوف ركز معايا ربح ارفع التوحيد باش نتيقن هادشي كامل يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فهنيئا لمن أسلمت وأنابت إلى الله جل وعلا هنيئا لمن رفعت هما وغما وضيقا وكآبة وسآمة من صدر ومن قلب هنيئا لمن جاءت بنور الإيمان واليقين هنيئا لمن خشعت في صلاة وركوع وسجود هنيئا لمن وفقت بتوفيق من الله جل وعلا فكانت دعامة وكانت سندا وقوة في كل فضل وخير ولله الحمد يهدي سبحانه من يشاء إلى صراط مستقيم وأوصيكم من ركن إلى الجسد وتورى داخله بظلم الظالمين والظالمات من حاسدين وحاسدات وعائنين وعائنات وسحرة ومشعوذين
أوصيكم جميعا بتقوى الله جل وعلا فهي الخير وهي نعم الزاد. قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذا قلنا حباهم الله تعالى بالعقل، حباهم الله جل وعلا بالجوارح، وحباهم الله تعالى بالأعضاء والأركان، وحباهم الله بالسمع وبالبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسلموا لله تعالى كما أسلمت العاشق لله جل وعلا، فجلت طهارة ونورا، وجلت شفاء وسعادة وفضلا وخيرا. فأسلموا لله وأنتم في العينين تراقبون وتطالبون. أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله سبحانه وتعالى، فكفى ظلما وجرما. العين الناكرة والغارة أصابته، أصابته في سعادته وبهجته، وأصابته في قوامه وقوته وصحته وعافيته وعمله وماله. فاتقوا الله وأجمعوا في الطلب مع عشر الجن والشياطين. إلى كل شيطان جاء البدن يحارب العلم والعقل والفهم والنور والقبول الذي حباه الله تعالى به بإسلام الجن، وبشفاء ودواء تام من الله بسبب إسلام أسلم من الجن، فأصبحوا بصمة نور وخير طاعة للمولى جل وعلا. كانوا بصمة سوء وكساد، فأصبحوا بفضل الله بصمة خير ونور وعطاء. قال: رأيت ما لم أره منذ ولدت من سعادة وانشراح وخير. أي نعم، فإن الغمة والظلمة والضيق والكآبة والملل والسآمة والثقل والحزن والخوف والشك والريب من الجن والشياطين، الله الذي يعلمها، الله الذي سبحانه وتعالى يعلمها. ففيقوا من غيكم ومن سباتكم، فيقوا من عنادكم ومن عدوانيتكم وتقوامكم طاعة للمولى جل وعلا. فإلى كل ساحر عليم، جئت فسكت، تواغيت واختفيت، وزويت وطغيت وبغيت، واعلم أن الله تعالى يجليك، وقد جلاك الله تعالى الآن في نفسي وفي يدي، جلاك الله في نفسي وفي يدي، جلاك المولى جل وعلا. طغيت وبغيت، ماذا تريد؟ أن يرجع إلى الورى وإلى القهقرى، ألا ترى عليه آثار النعمة في فرح وبسمة وانشراح وخير. والخير من الله وإلى الله، والشر لا ينسب إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد لله رب العالمين. يا باغي الخير أقبل كما أقبلت من أسلمت، يا باغي الخير أقبل كما أقبلت من آمنت، يا باغي الخير أقبل كما أقبلت من آمنت، يا باغي الخير أقبل. في الصلوات أقبل أقبل، أسلم لله. شيطان رجيم، شيطان رجيم، لا يريد لهذا الجسد أن يرى على خير وفضل، فأبى إلا أن يكون هو صاحب الحرب والعناد والقتال. أوصيك بالخير كله، وأنت تنتفض وترتعد، أوصيك بالخير كله. فالملكم ملك الله، والمال مال الله، والخير من الله، فلا تحارب طاعة لله جل وعلا. وتعالى الله وأقضي عظمك معنا، ولا تكن مع الكافرين. تلك العين الناظرة الحاسدة الناقدة التي أصابتك، أنت تعلم حالها، لن تنفع. وذاك السحر الذي جاءوا به، وجاءوا بسحر عظيم، لن ينفع. إني أراه في نفسي وفي القلب والفؤاد وجوارح ويدي نفس تهتز وتضطرب. فتعال إلى الله جل وعلا، فيه ثبات، بالإيمان ثبات، وبالصلاة ثبات، وبالإسلام ثبات، طاعة للمولى جل وعلا. فإياك إياك أن تنقر بمن أسلموا لله جل وعلا، إياك أن تحارب من آمنوا بالله جل وعلا، إياك أن تسعى
بتدنيس طهاره جاءت من الله جل وعلا، هي كأن تحارب نورا سرقه الله تعالى الى البدن والروح والقلب والنفس والفؤاد والجسد. اياك ثم اياك، فان الله جل وعلا طهر بنور الاسلام، وطهر بحب الصلاه والقيام، طهر سبحانه بذكره سبحانه وتعالى، فحبب الايمان وزينه في القلوب، وكره الفسوق والفجور والمجون والعصيان. الحمد لله على نعمه اكثر وتوالى. يا عاشقه اسلمت لله فاعلمي ان الله جل وعلا معنا جميعا. اسلمت لله تعالى فاعلمي ان الله سبحانه جل في علاه معنا جميعا، يؤيدنا بنصره ومعيته وجنده معنا جميعا. يثبت الله الذين آمنوا، التثبيت لأهل القبلة والإيمان والصلاة والقيام والقرآن وذكر الرحمن والصلاة على النبي العدنان. يثبت الله الذين آمنوا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا إله إلا الله، 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 بها تفك العقد والقيود، السلاسل والقيود، على من آمن وأسلموا تحل القيود، على من آمنوا وأسلموا تحل القيود، قيود الأبارسة، قيود الشياطين، أقفال الأبارسة، أقفال الشياطين، على من آمنوا وعلى من أسلموا تحل السلاسل والعقد، تحل الأقفال والعقد، على من أسلموا على من آمنوا، على من أسلموا على من آمنوا، عقد من أبارسة، عقد من شياطين، عقد من أبارسة، عقد من شياطين، أقفال من أبارسة، أقفال من شياطين. بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد على أهل الإيمان في البدن، جان آمنوا في البدن، جان أسلموا في البدن، جان آمنوا في البدن، جان أسلموا، تحل عقدهم، تحل عقدهم، أقفالهم، عقدهم أقفالهم. بسم الله، بسم الله، شكا تحل عقدهم، شكا تحل أقفالهم، شكا تحل عقدهم، شكا تحل أقفالهم. شيطان حاقد، شيطان ساحر، تحل عقده، تحل أقفاله. بسم الله تحل العقد على أهل الإيمان، على أهل الإيمان، على من آمنت، على من آمن، على من آمنت، على من آمن، على من أسلمت، على من أسلم، على من أسلمت، على من أسلم. بسم الله تحل العقد على من أسلموا، على من آمنوا، على من أسلموا، على من آمنوا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، تحل عقدهم، تحل أقفالهم، تحل عقدهم، تحل أقفالهم. شيطان حبسهم، شيطان سجنهم، شيطان خوفهم، شيطان عذبهم. بسم الله تحل وقفال عليهم، وسلاسل عليهم، وعقد عليهم.
بسم الله بسم الله بسم الله. أهل القبلة والإيمان تفق وتفعلهم، أهل القبلة والصلاة والقيام تحل أقفالهم من سعرة 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 أبس الشياطين حبسوهم من شياطين سعرة سجنوهم. بسم الله تحل 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 الأقفال في العقل أقفال في النظر أقفال على القلب أقفال على البطن أقفال على العورات أقفال على اليدين أقفال على القلبين أقفال على الدماغ أقفال على الفم والذكاء أقفال على الجمال أقفال على قوة البدن أقفال على القبول أقفال على السعادة أقفال. شيخ ساحر أقفل الإنسان جاي شيطان ساحر أقفل على الإنس والجان شيطان مال ساحر أقفل على الإنس والجان على سعادة الإنس والجان على إيمان الإنس والجان على نور الإنس والجان. شيطان ساحر 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 تفك وأقفال سلاسل أقفال سلاسل تحرم بسم الله. من آمن من أسلم من آمن من أسلم من الجن والجنيات. بسم الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله نجعلها الأقفال تحل بسم الله تفك بسم الله تحل بسم الله تفك بسم الله في القبور في الصدور تحل تفك بسم الله. بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان. مناع للخير مناع للخير مهتد مريب مناع للخير عنيد مناع للخير عنيد مناع للخير عنيد مناع للخير مهتد مريب. يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان سهل شيطان سهل شيطان سهل مرصود على الجسد على الإنس والجن مرصود على السعادة مرصود. شيطان 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 طيار ساحر شيطان 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 غواص ساحر شيطان 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 طيار ساحر شيطان 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 غواص ساحر بسحر مرصود بعمل مرصود. بسم الله بسم الله تدك الحصون دكا 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 تدك الحصون دكا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. جلاك الله يا شيطان جلاك الله يا شيطان جلاك الله يا
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا جلاك الله يا شيطان جلاك الله يا شيطان الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا جلاك الله يا شيطان جلاك الله يا شيطان تواريت في العقل كثيرا تواريت في القلب والصدر كثيرا جلاك الله يا شيطان شيطان حسدت كثيرا على النعم في النعم للحسن مع النعم للكآبة مع النعم جلاك الله يا شيطان جلاك الله يا شيطان حسدت في النعم كثيرا أحزنت في النعم كثيرا تملكت الرأس والنعم والنظر والبصر والنعم والقلب والفؤاد والنعم أحزنت في النعم كثيرا جلاك الله يا شيطان جلاك الله يا شيطان سحرت الجسد كثيرا ربطت الجسد كثيرا عقدت الجسد كثيرا جلاك الله يا شيطان قوي 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 عظيم 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 عليم 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 جبار 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 متكبر بتاج 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 بملك 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 شيطان جلاك الله جلاك الله جلاك الله في الرأس جلاك الله في اليدين جلاك الله في الرأس جلاك الله في النفس جلاك الله شيطان شيطان عنيد شيطان شيطان عنيد شيطان شيطان عنيد شيطان شيطان عنيد كافر عنيد كافر عنيد جلاك الله في العينين جلاك الله في العينين جلاك الله في العينين في الرأس والعينين في اليدين والعينين في النفس والعينين جلاك الله جلاك الله جلاك الله نعم تترى من الله تتوالى من الله جمال من الله قوة من الله خير من الله عمل من الله مال من الله قبول من الله طاعة من الله عبادة من الله ذكر وكلام لي من الله جلاك الله يا شيطان جلاك الله يا شيطان حسدت في الجمال جلاك الله حسدت في العمل والمال جلاك الله يا شيطان أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم وكفى بجهنم وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم وكفى 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 بجهنم سعيرا الله أكبر من كل شيطان توارى كثيرا اختفى كثيرا سحر كثيرا شيطان توارى كثيرا اختفى كثيرا سحر كثيرا شيطان
تورى كثير اختفى كثير سحر كثير شيطان تورى كثير اختفى كثير سحر كثير شيطان اختفى كثير تورى كثير شيطان شيطان اختفى تورى شيطان اختفى تورى شيطان اختفى تورى كثير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله والحمد لله والحمد لله كثيرا قل لي وش نواصل بإذن الله شو كتحس شو كتحس في يديك وفي راسك وفي عينيك لا يدي يدي ماذا بحال تملات عليا وهذاك الشيء حسيت به في اللون بيتي كتعاود هذيك التجلى التجلى بحال كان باغي يهضر فهمت انا جيت ما ماشي مشكل شو هو عيني كتحس بعينيك عينك كتحس كيرفر بحال كتلقي له هكا نو لا لا العينين عادي انا حسيت غير سميتو وشو كان بلاتي عادي وشو كيحركهم وشو انت معهم بعينك مغمضهم وكتحركهم للداخل هذيك كبير دابا واحد شويه من صافي كاع بديت كندير هكايا وتنتعوج ما حسيتش براسي واخا كندير هكايا وبحال طيب اذا يديك وراسك وملي كنقول تجلى كتحس بشي حاجه في صدرك بطلع بحال باغا تهضر طيب يلا رفع التوحيد تبقى تقول لا اله الا الله الله اكبر من كل شيطان اختفى وتوارى قل لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى وغمض عينيك وركز فيها جيدا لا إله إلا الله لا مش قول أشهد قل لا لم تخش أشهد قل لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى وقولها بشوية وركز فيها بإذن الله تعالى كل شيطان اختفى وتوارى يا هي واصل لكن قد عود الزهر رفع صوتك لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى هاي والصوت لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى نعم لا هاي. إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى نعم لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى لا إله إلا الله نعم هي. الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى نعم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى عزيز رفع الصوت كل قول هيا هذيك خمس السويع ديال الأخرى الآن بينا هيا لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى لا إله إلا الله زيد الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى نعيم أيوة كفى نعيم لا العلاج غير عقل كفى نعيم يا هيا زيد أشهد يا نعيم اسمعني جيدا هو قال بلسانه بعظمة لسانه رأيت أسبوع ما رأيته في حياتي نعم كأنه يشعر بجنة في صدره لقد أحرقني غلبني أنا غلبني بزاف غلبني صافي وجاو عنده جوج الملائكة ينبهوه قالوا لي خصك دير قيام الليل قال بنفسه اسبوع رايته نعيم جنه خير انشراح ما رايته منذ ولدت ولماذا تغير حاله في هذا الاسبوع سؤال نعيم
نايم حتى انا راه ماشي بخاطري، راه غير صيفطوني ليه. شكون اللي صيفطك ليه؟ انا اليوم ما بغيتش عندكم ما يدار الملائكه ديالو صافي نايم، اقسم بالله حتى غير غادي يحرقني هو والملائكه ديالو، لاحقاش الملائكه راه جاو عنده جوج يومين هذه قالوا ليه دير غير قيام الليل 10 دقائق قبل الفجر غادي تحرق هذاك السيد. يا الله ما بغيتش انا نتحرق صافي غنسلم، لانني رايت معه الخير وشفت بزاف تاع الحوايج. طيب جيد، قل بذلك اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، وبمحمد، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نبيا ورسولا. العاشق أسلمت لله فوقفت كل ما كانت تسبب فيه، الكل أسلم ويساعدون والكل على ما يرام بفضل الله تعالى. لكن سر إتيانك ودخولك لهذا البدل ما هو؟ لماذا جئت إليه؟ ما أنا غير صيفطوني لحقاش ما 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 بغاش يدخل سوق راسه، ما كي أصبح يساعد الناس، يحث الناس على العلاج وعلى الرقية. صافي خصو يبعد دابا، خصو حتى يولي بخير ويبعد، ما يبقاش وما خصوش يدير الأخطاء كاع. صافي خصو يبعد، هو بحال بغى يدخل هذاك المجال كاع بزاف، هي مخصوش يبيع، خصو يبيع. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم، قولوا آمين. هو راه مجهد ولكن راه جهدنا عليه حنا بزاف باش نتقلو، ساعة ما قدرش يوقف الصلاة. كي مطور ما قدرش يوقف الصلاة، عاونوا الملائكة. أسأل الله أن يثبتنا وأن ينصرنا وأن يحفظنا. ولكن راه ما جاو عندو الملائكة شي يومين هادي قالو ليه غير نوض دير شوية ديال القيام الليل راه غادي كلشي غادي سميتو. ساعة كنعكزو ساعة اليوم راه دار قيام. الحمد لله، نسأل الله جل وعلا يوفقنا. وأنا أصلا راه البارحة أنا بغيت نسلم البارح صافي، ما خليتش الإفطار البارح سلمت أنا. يعني أنت من جاء في هذا الأسبوع بعد ما رأى الشفاء والراحة وكذا، أنت من اللي صيفطوني وصيفطوني مجاهد ولكن قهرني. طيب جيد، ورأى حياة بفضل الله تعالى أسلم لله جل وعلا. أقسم بالله لأني أسلمت إيمانا وبطيب خاطري أنني أسلمت، لأنني رأيت الملائكة يتكلمون معه. طيب خير إن شاء الله، أبشر أبشر، أعلنت الشهادة وأسلمت لله. كما أظهرت الحياة والعاشقة الإسلام وعاش أسبوع في جنة في راحة وفي ذكر وفي سعادة، أنت الآن كذلك تجلي هذا بإذن الله حتى نصدق إسلامك بإذن الله ووصل السير. خلاص أقسم بالله، أنا غنقول لك ربي علاش، لحقاش خصني نكون صادق في الإسلام. أول حاجة ما غاديش نقدر عليه، علاش؟ لحقاش من بداو ظهور ديال الملائكة ما غاديش نقدر، لحقاش جاو جوج ملائكة قالوا ليه نوض راه إلا ما ناقص هو يدير قيام الليل هو ما غايجيو غيحرقوني الملائكة، وهذوك الملائكة صعاب، جاو جوج صعاب وهو صعيب عليهم، كيفاش هضر معاهم؟ جاو يسولوه على الدين لقاوه هو قاصح عليهم. صافي ما غاديش نسلم كيف يقتلوا الملائكة صوبيا. سلمت لحقاش عجبوني الملائكة كيفاش هو قاصح، بحال عنده المستوى تاع الملائكة. صافي ما فين غنزيد أنايا، لا طيب. أصلا أنا صافي طاب قلبي من شفت الملائكة. طيب هذوك كانوا جن أسلم لله تعالى وجاءوا في بياض وفي نور، هؤلاء الجن جن مسلم أسلم لله وجاء في البياض والطهر والنور، ولهذا حينما يسلم ملائكة جاءوا عنده ملائكة ينبهونه، ماشي البرد بالليل والبرد بالليل، جاءوا عنده ينبهونه، تكلموا معه قبل الفجر بساعتين. في أي صورة جاءوا إليه؟ جاءوا في المنى في أي صورة؟ جاءوا بصورة كما كان ينزل جبريل والملائكة كلهم في صورة، أي صورة ينزلوا على شكل إنسان وقور وفيه النور كيخرج وتتكلم على حكمة، نحن نعرفهم يا نائم. طيب أبشر أبشر أبشر، أسأل الله جل وعلا أن يعيدنا بالملائكة يقظة ومنامة. أبشر أبشر،
وما يعلم جند ربك الا هو. ولو في الفضاء التوفيق والسداد. نعم نعم ابشر. اذا من اليوم سمي نفسك اسم يحب الله جل وعلا وتحبه انت. سوف اسمي نفسي ام كلثوم. انت جنيه او شيطانه؟ جنيه. لست شيطان. شيطانه جاء سلوك شيطانه ام كلثوم. طيب خلاص. العاشقة قد أسلمت وتساعده والحية قد أسلمت وكلهم أسلموا بطيب خاطر. وأنت كذلك بإذن الله جل هذا ولعودة إن شاء الله معكم جميعا حتى نثبت العلاج. نعيم أقسم بالله حتى أنكم أعرف أن في مخيلتكم أن الجن كاذب ولو أنه صادق. أقسم بالله لأنني أحلف بالصدق. خلاص أقسم بالله. حتى العاشقة حينما أسلمت أجلته وأكد لنا أنه عاش في خير وفي سعادة. أنت كانت تجلي هذا. العاشقة أسلمت سلما واقعيا صحيح. وأنت كذلك إن شاء الله تعالى الآن ونواصل السير بإذن الله. وأسألكم الدعاء معنا بإذن الله ولنا في صلاتكم وذكركم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله وسوف نساعد. وخافي الخوف ما بقاش بغا يساعد الناس ما غادي نعاونوا إن شاء الله. أبشر. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والتقوى. ولقد تعلم هو تعلم الآن تعلم جيدا ما غيبقاش يدير شي أخطاء اللي يقول وش خير إن شاء الله. إذا موعدنا إن شاء الله في موعد لاحق بإذن الله لكن نستبشر جميعا بالشفاء والإيمان والطاعة إن شاء الله. والفضل. إن شاء الله. أبشر. جزاك الله خيرا حتى أنت وقواك وشفاك. آمين. صباحك. الله المستعان.